بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. هنكمل الدرس اللي هو الجذر التبعيدي للعدد النسبي. مثال: عاوز يوجد مجموعة حل كل من المعادلات الآتية في نون. احنا كنا بنحل المعادلات وبنجيب سين علشان نجيب قيمة سين في الأولانية اللي هو سين أس 3 بتساوي ناقص 8، يعني هيجيب العدد التكعيبي أو الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي لسين باستخدام التحليل عمل 8 على 2 فيها 4، 4 على 2 فيها 2، على 2 فيها 1، يبقى 8 الجذر التكعيبي ليها ناقص 2 علشان هي ايه بالإشارة السالبة. يبقى اذا مجموعة الحل بتساوي ناقص 2 سين أس 3 ناقص 12 بتساوي 5. سين أس 3 ناقص 12 بتساوي 15. هنودي ال 12 دي بالإشارة العكسية بتاعتها، يبقى سين أس 3 بتساوي 15 زائد 12 يعني 27، يبقى سين أس 3 بتساوي 27. طبعا باستخدام التحليل عشان بس هي معروفة، الجذر التكعيبي للعدد 27 بتساوي 3، أو ممكن هو بيضيف 12، بس الأحسن بنودي ال 12 دي بإشارة معاكسة بالنسبة لحله في الكتاب. الجذر هناخد 27 ونقسمها على 9 على 3، قصدي يتبقى لنا 9 على 3 كمان، يتبقى لنا 3 على 3 يتبقى لنا 1. يبقى إذن الجذر التكعيبي للعدد سين بتساوي للرمز سين بتساوي 3، وهي تنتمي للأعداد النسبية، وأيضا ده ينتمي للأعداد النسبية. كل دول أعداد صحيحة وبالتالي هم أعداد نسبية. يبقى إذن مجموعة الحل لازم نقول بتساوي 3 بين قوسين المجموعة، لأنه بيقول مجموعة حل. المثال رقم 3: 5 سين ناقص 2 الكل تكعيب ناقص 10 بتساوي 17. هنودي بردك العشرة الناحية التانية بس بإشارة عكس إشارتها، لو هنا سالب نوديها الناحية التانية بالموجب، لو هي موجب نوديها من الناحية التانية بالسالب، وهكذا. المهم ايه، ناقص 10 وداها للناحية التانية بالموجب، او جمعنا الطرفين بعكس اشارة الحد ده، بس الاحسن هو بيوديها الاشارة معاكسة وخلاص. المهم 5 بقى 5 سين ناقص 2 كل تكعيب بتساوي 3. طيب احنا عندنا الجذر 27 بيساوي 3، يعني كل ده الجذر بتاعه بتساوي 3، يعني 5 سين ناقص 2 احنا جبنا الجذر التكعيبي لل 27 اللي هو بتساوي 3، وكذلك الجذر التكعيبي للي جوه القوس دوت 5 سين ناقص 2 هو بيساوي 5 سين ناقص 2 لهنا، لانه هو اس 3. 5 سين ناقص 2 الكل اس 3، نجيب لها الجذر التكعيبي. قلنا ايه، اي الرمز ده مثلا بدل دوت بنقول سين، فايه فسين او صاد مثلا، خليها صاد عشان عندنا سين، بيساوي بنحول الشكل ده الأسية، ما بنجيب لهاش الجذر، هي اصلا كده كده موجود الجذر، بنحول بس الصورة دي الأسية. هنقول الصاد، نعتبر ان ده بيساوي صاد، بنقول ايه، بناخد الأس دوت كبسط على المقام اللي هو ده بيساوي 3 فيها الواحد، يبقى صاد بتساوي 5 سين ناقص 2. يبقى احنا جبنا صورتها الأسية عشان نحقنا نبسط الحل بأخذ الجذر في كلا المعادلة، في كلا طرفي المعادلة. فخمسة سين ناقص اتنين بتساوي 3، بقت معادلة سهلة جدا، وحولنا الناقص اتنين دي برضك للناحية التانية بقت موجب، بقت 3 سين زائد 2، وبالتالي 5 سين بتساوي 5، وبالتالي 5 سين بتساوي 1، وهي تنتمي للأعداد النسبية. يبقى إذا مجموعة الحل بتساوي 1 بين قوسين مجموعة. هو بيقول مجموعة إسرائيلية اللي احنا بنحلها، اللي احنا بنحل بيها، اللي انا بتكلم بيها عامة
انه لو عندنا رمز اسمه الف نون وده مكعب، يعني الف وسنون ده مكعب، مكعب زي ما قلنا في اول الدرس ده مكعب. واحنا بنجيب له الجذر، احنا كده بنجيب له الجذر ادام عملنا الرمز ده وفي التلاتة. فاحنا عاوزين نحول الشكل ده لأس علشان احنا هنحتاجه في حل معادلات زي كده مثلا. فبالتالي بياخد الف ويخلي النون ده زي ما بقول الأس على التلاتة. النون دي مثلا بقت تلاتة يبقى هيروح مع بعض، بقت عدد تاني هنختصرهم، وبالتالي بقى ايه بقى العدد في صورة أسية هيسهل الموضوع. فمثلا بيقول لي لو نون دي بقت 12 يبقى هتبقى تساوي ألف أس 12 على التلاتة هتساوي أربعة، يبقى الألف أس ايه هتبقى ألف أس أربعة. دي معلومة مهمة جدا عشان هتساعدنا في حل ايه في حل المسائل اللي عندنا. شكرا، سلام عليكم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. نلتقي إن شاء الله في تكملة درس العدد التكعيبي. خليكم مع القوائم التشغيل في القناة، قوائم التشغيل في القناة، واختاروا القائمة اللي تبعكم وادخلوا فيها وشوفوا الشرح إن شاء الله. ربنا يوفقنا جميعا، يوفقكم ويوفقني إن شاء الله في الشرح. شكرا، سلام عليكم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. هنكمل الجزء الثالث للجذر التكعيبي للعدد النسبي الصف الثاني الإعدادي الترم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. هو احنا كنا وقفنا عند المعلومة اللي هي الإسرائيلية دي. في اختبر نفسك، هنحاول نحلها مع بعض. سين أس 3 زائد 23 بتساوي 4. هنجيب بس معانا الآلة. سين أس 3 زائد 23 بتساوي ناقص 4. سين أس 3 ناقص 23 بتساوي سالب 4. سين أس 3 بتساوي سالب 4. نودي ده كل ده بإشارة مغايرة، سواء موجب أو سالب. هو سالب يبقى موجب، زائد 23 كده 23، يبقى نقول 23 ناقص 4 يساوي 19. كده الحل ده مش صح، لان احنا بص احنا كتبنا ناقص 23 هي زائد 23، يعني اشارة بس بوظت المسألة خالص، اشارة واحدة بوظت المسألة. فهي ناقص يبقى ناقص 4 وهتبقى ناقص 23 هتساوي ناقص 27. سين أس 3 هتبقى طبعا لو كانت 19 هتبقى صعبة، يعني الجذر التكعيبي 19 صعب، انما هنا سهلة 27 على طول عارفينها. ممكن نعمله خطوات التحليل. 27 على 3 فيها 9، على 3 فيها 3، على 3 فيها 1. يبقى اذا الجذر التكعيبي لسين تكعيب بتساوي ناقص الجذر التكعيب. احنا قلنا طبعا ايه ممكن ما نختصرهاش على طول، ممكن نكتبها ايه الجذر التكعيبي ناقص 27 اللي هو بتساوي ناقص الجذر التكعيبي 27. طبعا يبقى السين بتساوي ايه بتساوي 3 وبالناقص، صح كده. يبقى اذا مجموعة الحل لو هو عاوزها بتساوي بتساوي ناقص ايه 3 بين قوسين المجموعة. عاوز ايه اوجد ايه في نون مجموعة حل المعادلات.
طيب خمسة سين أس تلاتة بتساوي أربعة من مية. خمسة سين أس تلاتة بتساوي أربعة من مية. خمسة سين أس تلاتة بتساوي أربعة من مية. هنشوف كده المسألة تاني عشان بس نلقنا صح. خمسة سين أس تلاتة بتساوي أربعة من مية. خمسة سين أس تلاتة بتساوي أربعة من مية. أربعة من مية دي عبارة عن أربعة على مية. سين أس تلاتة خمسة سين أس تلاتة. طيب إيه نعمل إيه تاني؟ إحنا هنضرب طرفين في وسطين، يعني هتبقى خمسة في مية سين تكعيب بتساوي أربعة. وبالتالي إحنا ممكن كنا نضرب بس يعني الخمسة هنا، أو نقسم الطرفين على خمسة يعني بأي طريقة. فبالتالي 500 من الآخر سين أس تلاتة بتساوي أربعة، يعني سين أس تلاتة بتساوي أربعة على 500. هناخد بقى 500 دي نحللها. 500 هنحللها، نقسم 500 دي على الخمسة فيها المية، على الخمسة كمان فيها العشرين، على الخمسة كمان فيها الأربعة. تمام. دي بعد كده هنقول أربعة، هنقسم على الأربعة هنقسم على الأربعة، وبالتالي فيها الواحد. طيب هنا بالنسبة للعدد ده كله جبنا له الجذر التكعيبي بالنسبة له خمسة. طب ماشي، واتبقى معانا العدد ده اللي هو أربعة، فهتبقى عبارة عن ايه؟ خمسة في أربعة، زي ما بنحل بالظبط، هتبقى خمسة في أربعة. يعني المقام عندنا عبارة عن ايه؟ خمسة في أربعة. ثواني كده، لما نجيب الجذر التكعيبي لسين أس تلاتة بتساوي أربعة، طبعا الجذر التكعيبي ليه، وهنجيب الجذر التكعيبي كمان للرقم ده أربعة، وجبنا الجذر التكعيبي للرقم ده كله، ده بس اللي هو خمسة. تمام. أربعة جذر التكعيبي لها هيروح مع الجذر التكعيبي للأربعة، يبقى إذن هتبقى سين هتساوي إيه؟ واحد على خمسة. يبقى إذن مجموعة الحل بتساوي واحد على الخمسة، هتساوي إيه؟ هتساوي خمسة. كده يبقى إحنا كده خلصنا إيه اللي هو السؤال بتاع اختبر نفسك. خلينا مع بعض ننتقل إلى مثال آخر. مكعب حجمه 512 على 27 سنتيمتر مكعب، احسب طول حرفه. بيدينا معلومة علشان بس يعرفنا، معلومة هندسية. حجم المكعب بيساوي لام تكعيب، حيث طول حرف المكعب بيساوي لام. يبقى هنجيب ايه حجم المكعب؟ بان احنا نجيب الجذر التكعيبي. طيب هنجيب الجذر التكعيبي ازاي؟ هو حللها 512 على 27، ده على طول بالآلة، على طول ايه، بسرعة جدا. طب نحاول احنا 512 على 8 على 8 على 8. طيب يبقى احنا كده هنحلل هنقول طول الحرف المكعب اللي هو لام يساوي الجذر التكعيبي. الكلام ده هنعوض يعني في المعادلة، وهو مديني حجمه، نجيب الجذر التكعيبي ليه. بس ايه، نحلل 512 علشان احنا بس ما عدتش علينا. 512 نحللها، هنقول على 8 من غير آلة يعني، بتساوي 64 على 8 فيها 8 على 8 فيها الواحد. يبقى الجذر التكعيبي لل 512 8 زي ما هو حالل، وكمان 27 زي ما عرفنا قبل كده انها بتساوي 3. برضك مثال اخر هندسي،
بيقول فيه كرة حجمها 36 باي سنتيمتر مكعب. اوجد طول قطرها. عاوز طول قطرها. طبعا مدينا المعلومات الهندسية. حجم الكرة بتساوي 4 على 3 باي باي سين تكعيب، حيث نق نق تكعيب، حيث نق هو طول نصف قطر الكرة. يبقى نق بتساوي الجذر التكعيبي لحجم الكرة على في 3 على 4 على الباي. تمام. حجم هو مديني حجمها، هو عاوز ايه طول قطرها. طبعا لما نجيب طول قطرها هنضرب النق دوت، لان ده نصف القطر، في 2 عشان نجيب قطرها ايه الكبير. عادي جدا هنعوض في القانون اللي هو نق دوت بيساوي الجهاز التكعيبي لحجم الكرة اللي هو من دول 36 باي في 3 على 4 باي. الباي هيروحوا مع بعض، يبقى هنا ستة وتلاتين بقسمة الطرفين على باي. احنا ممكن نعوض هنا في القانون على طول، هنقول ايه نق بيساوي الجهاز التكعيبي حجم الكرة 36 باي في 3 على 4 باي. باي دي هتروح مع دي، اللي هي ايه اللي هي النسبة المعروفة 36 على 4 كمان فيها 9، يبقى 9 في 3 هتبقى 27. يبقى اذا النق هتساوي ايه 3 سنتيمتر تكعيبي. طبعا ده بنجيب مكعب. يبقى اذا النق هتساوي 3 سنتيمتر. يبقى اذا طول قطر الكرة بتساوي 2 نق، يعني 2 في 3 ب6 سنتيمتر. عاوز يوجد طول حرف المكعب الذي حجمه 10 على 27، 2 و10 على 27 سنتيمتر مكعب. 10 على 2 و10 على 27. هنكمل الجزء ده لان التسجيل وقف بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. هو بيقول اختبر نفسك، عاوز طول حرف المكعب الذي حجمه 2 و2 و10 على 27. طيب احنا عارفين في اولى اعدادي ازاي بنرفع الكسر، نضرب 2 في 27. انا بس يعني هنتكلم فيها وتحلوها بنفسكم احسن. 2 في 27 بنضرب 2 في 27، والناتج بنجمعه على 10 وبنخلي 27 زي ما هي. يعني البسط عبارة عن كام؟ البسط هنا هيبقى عبارة 2 في 27 زائد، طبعا بعد ما نضرب 2 في 27 نجمعها على 10. ماشي، نجمعها على 10 والمقام هيبقى 27 زي ما هي. ودي طريقة رفع البسط. بعد ما نجيب طول حرف المكعب هو حجمه وهو مدهولي واحنا بنشكله او بنرفع الكسر بحيث يبقى سهل ان احنا نشتغل عليه. بعد كده بنجيب عادي الجذر التكعيبي للعدد اللي احنا عملنا فيه ان احنا رفعنا الكسر اللي تبعه. اولا 27 هتبقى 3، وشوفوا بقى اللي فوق هيبقى رقم كام. هنضرب 2 في 27 وبعد كده نجمع على 10، اكيد رقم لجذر التكعيبي. بعد كده بيقول كرة بردك ايه، هناخد المعلومات اللي هي من المثال ده بردك. المثال رقم 4، كرة حجمها 100,543.5 باي، وحدة مكعبة. اوجد طول قطرها. بردك ايه دي كرة دي حجمها. يبقى هنعمل القانون ده، هنقول جيب نق الاول بتساوي الجذر التكعيبي لحجم الكرة اللي هو مدهولي في 3 على 4 باي. اولا الباي بتروح مع الباي وبنضرب ونقسم. وممكن تستخدموا الآلة علشان تسهل عليكم شوية. واللي مش عاوز يستحسن ان ما نستخدمهاش، يعني في اضيق الحدود، علشان الآلة ما تخليش المخ يشتغل
بعد كده بعد ما بنضرب تحت الجهاز التكعيبي اكيد بيطلع رقم ليه جهاز تكعيبي، ممكن نحلله لو لقيناه سهل نحاول نجرب كده، نقسم ونعمل اللي هي علامة التحليل ونقعد نحلل الرقم، وبعد كده هيطلع لنا برضك نصف القطر. بعد كده هنجيب طول القطر علشان هو عاوز طول القطر، هنضرب ايه النق دوت في 2، وبكده يكون احنا خلصنا كده الجهاز التكعيبي. ان شاء الله بقى ايه هندخل على حل الأسئلة. شكرا، سلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.